واحد صاحبي عايز يرجع لمراته بعد 5 سنين انفصال، فبعت لها رسالة على الواتساب بتقول: ما أنش الأوان بقى، وحشتيني يا أم العيال، 5 سنين فاتوا كأنهم 100 سنة، وحشتني لمتنا وضحكتك الحلوة والهزار، وحشني طعم أكلك وصوتك وانتي بتقوليلي اصحى هتتأخر على الشغل، وحشني كل حاجة، صوت العيال في البيت ودوشتهم، زعيقك ليهم لما يغلطوا، غيرتك عليا وخنقك معايا على أبسط الأمور. كنت بفرح على فكرة، بس ما كنتش ببين. أنا عارف إن إحنا عشنا فترة صعبة، فترة كنت مضغوط فيها جدا، ضيق في الرزق ومشاكل في الشغل وضغط أعصاب وتعب من كل النواحي، بس أنا بعترف إني جيت عليكي بزيادة، عملت حاجات كانت الأصول ما تتعملش، تصرفات غلط ما كانتش محسوبة، ونسيت إننا في مركب واحدة، ولما غرقت غرقنا كلنا، وبصراحة ما فقتش غير لما بعت، غير لما خرجت على الشط وشفت حياتي من بعيد، وقتها عرفت فين أخطائي والمفروض كنت أعمل إيه، عرفت إني ظلمتك وظلمت العيال. وبعد 5 سنين من الفراق رجع أقولك: ما أنش الأوان نرجع، ما أنش الأوان نلم الشمل من تاني، أنا بقالي 5 سنين عايش على الذكرى، ومحدش قدر ولا عرف يملى مكانك الكبير، الكل كان عاجز انه ينسيني او يخليني اخد خطوه لورا وابعد عنك، وعلشان كده رجع اقولك: ما انش الاوان. صاحبي بيقول لي بعت الرساله دي بعد ما صليت استخاره، وقلت: يا رب لو فيها خير ليا تمم لي الموضوع ويسره، ولو كان شر ابعدني عنه وابعده عني. بيقول انا بعت الرساله دي وكان كل ثقه، كل يقين انها ترد، وفعلا ردت بعد ساعة إلا ربع، 45 دقيقة بالتمام والكمال. وقتها كنت خايف أفتح رسالة، شفتها من بره لقيت مكتوب فيها: إزيك يا شريف، طمني عليك وعلى حالك. قلت: بس طالما الدخلة كده يبقى خير، أصلها 10 سنين وأنا حافظها. وفتحت الرسالة لقيت مكتوب فيها: إزيك يا شريف، طمني عليك وعلى حالك، بالرغم اني عارفه انك كويس وبخير، كنت دايما بطمن عليك من الولاد، اياد ابنك حكالي على اخر خروجه لما كنتوا بتتكلموا سوا، وقد ايه انه كان مبسوط زي ما بيتبسط كل مره. وساره كمان قالت لي انك جبت لها الهاند فري اللي كان نفسها فيها، ووعدتها انها تحول لها من المدرسه اللي هي فيها المدرسه احسن. شريف، بدون الدخول في تفاصيل، لو انت كنت بتحسبها بالسنين فأنا كنت بحسبها بالمواقف الحلوة اللي عملتها بعد الطلاق، كنت بقول يمكن ينسى أو أكيد هيأثر، وتفوت سنة واثنين وخمسة وتفضل زي ما أنت، ويمكن أكتر كمان. قد إيه أنت إنسان، وإنسان أصيل ومحترم، لا بخلت على عيالك في يوم ولا أذتني فيهم، حقيقي كنت ونعم الأب، وعلشان كده أنا بقولك: هو آن الأوان فعلا، تعال أكلم بابا. بيقول انا كنت بقرا الكلام ده وانا بعيط، وعرفت كمان انها كانت بتعيط وهي بتكتبه. وتاني يوم على طول رحت الحاج صبر ابوها، اتكلمت معاه والراجل رحب جدا، وزي ما انت شايف كلها دقايق وبنتنا رقم 3 تشرف. انا بفكر اسميها ابتسام على اسم مراتي، ايه رايك؟ وفي النهايه ضحكنا وانشغلنا بالمولود الجديد. استنونا هنكمل بعد الفاصل. لما تيجوا تخسروا بعض اعملوا بأصلكم، وافتكروا ان السر مازال سر حتى بعد الخناق، وان الكلمة اللي اتقالت ما بينكم ما ينفعش يشوفها تالت، حافظوا على اخر خيط باقي علشان ما يجيش يوم وتدعوا على بعض. تعالوا النهاردة هنشوف هنقول للناس ايه والناس هيقولوا لنا ايه. يلا بينا. النهاردة عندنا سؤال موقف: 2 متجوزين اتخانقوا مع بعض، حصل ما بينهم خلاف، وقبل ما يتطلقوا كل واحد حكى الأسرار اللي ما ينفعش تتحكي، حكى للناس على المشاعر. تفتكر لو حضرتك عايز تصلح ما بينهم ممكن تعمل ايه؟ والله اسمع من هنا واسمع من هنا واحاول اصالح بينهم. عرفت ان كل واحد حكى أسرار ما ينفعش تتحكي،
تمام. تفتكر ان الاثنين هيصفوا لبعض؟ ان شاء الله هيصفوا لبعض. حد حكى اسرارك للناس، حد كنت مأمنه وحكى كل الحاجات اللي انت كنت حكيها، هتأمن له؟ والله انا هفكر، لكن مش هعمل له زي الاول. اتنين خدوا قرار الانفصال، راجل ومراته خلاص هيتطلقوا. نصيحتك ايه للراجل لو خدته على جنب كده وقلت له علشان تطلق لازم تعمل واحد اتنين تلاتة يمكن ترجعوا لبعض في يوم من الايام؟ هو موضوع مش حلو قوي، لكن انا اقول له نصيحة ان هو لو خد القرار الوحش ده يراعي ربنا في ولاده، لان هم دول ضحية، هيبقوا ضحية المجتمع. يراعي ربنا فيهم ويراعي العشرة اللي هي كان بينه وبين الزوجة اللي استحملته سنين وسنين، ايا كان الخطأ من مين، فهو يراعي ربنا في الاتنين دول. يمكن يبقى في مودة ويمكن يبقى في رجوع بعد كده، لان الضحية هم الاولاد. فانا بنصحه ان هو ما يبخلش على اولاده، يصرف عليهم زي ما كان، يحسسهم بالحنان برضو اللي هو كان معودهم عليه. بعد الشر على اصحابك، لو واحدة من صحباتك قررت تنفصل عن جوزها، نصيحتك ليها ايه؟ تقول لها ايه علشان يمكن ترجعوا في يوم من الايام؟ هقول لها ان هي يعني تحافظ على العلاقة اللي كانت ما بينهم، لان في عشرة، وبعدين هو ربنا قال ان ما بيننا بيبقى ايه، مودة ورحمة، فهي المودة دي اللي هي الألفة ما بينهم في العشرة الطيبة، والرحمة ان احنا نرحم بعض في ضعفنا، لان الانفصال برضو ضعف، سواء هو عنده قصور او هي عندها قصور، فاكيد لازم، لان لو مثلا في اولاد او كده فلازم يبقى صورتهم حلوه يعني قدام ابنائهم، ما ينفعش هي تذم فيه ولا هو يذم فيها، لان مثلهم هيكبروا وهيعرفوا مين الكويس ومين الوحش، حتى لو هي اخطات فيه وهو كان وحش فعلا، برضو يفضل ان هي تفضل يعني على علاقه طيبه بيه. يعني تقول لها خليكوا حبايب للنهايه حتى بعد الانفصال، مش حبايب لاف ستوري، بس خلي فيه رحمة وإحسان ما بينكم، ولازم يكون فيه احترام، لأن هو في الآخر هو أب لولادها، وهي لازم تحافظ على الصورة دي عشان نفسياتهم كمان ما يطلعوش عندهم مشكلة من ناحية الأب أو من ناحية الراجل، وخصوصا لو بنات. لو حصل بينك وبين واحد صاحبك مشكلة والمشكلة كبرت وسبتوا بعض وخلاص مش هترجعوا على بعض تاني، وسمعت إنه في يوم من الأيام خرج وقال أسرارك برا، ينفع ترجعوا لبعض تاني؟ يعني انا ما بحبش النوعيه دي، بس ممكن ترجعوا، بس مش هنرجع زي الاول. هيكون في امان؟ لا، لما في حدود. لو الموضوع ده حصل بين اتنين متجوزين ممكن يرجعوا، بس هيكون في امان، هيبقى ما فيش حب واخلاص زي الاول. واحد صديق ليك قرر ينفصل عن مراته وخدوا القرار خلاص، ممكن تنصحه تقول له ايه؟ ان هو يفارق مراته مثلا باحسان، ايه تاني؟ والله ونلتزم بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ولما بينفصلوا ينفصلوا بشكل يبصوا لأولادهم، يبصوا لمستقبلهم. الراجل ليه عليه مسؤوليات، ان هو ما يشيلش المسؤوليات دي طالما قرر الانفصال، ياخد باله من ولاده، لان دي رسالة وواجب عليه اولا واخيرا. وبرده رسالتي سواء لصديقي او لمراته، بصوا للمستقبل بشكل تاني، وما فيش مانع ان احنا نفكر مرة واثنين وثلاثة، حتى لو مش عشاننا، عشان ولادنا، عشان يطلعوا في بيئة فيها تواصل وفيها تراحم، ويبصوا لمستقبلهم، ومبقاش فيه فجوة بتاعت التفكك الأسري اللي بنشوفها النهاردة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. أغلب الناس بتبقى رايحة بتستسهل ان هو يطلق وان هو يشوف حد تاني. طب ما انت اللي هتطلقها دي فيها مميزات وفيها عيوب، هتاخد قد ايه عبما تتعود عليك وهي تتعود على حد تاني وينشئوا بيئة من اول وجديد، سنين وعمر. طب ما تستثمروا الكلام ده والتجارب الجديدة اللي تعملوها، يبقى في مرحلة تانية ومرحلة تالتة ومرحلة رابعة، لو مش عشانك انت وهي، عشان ولادك اللي انت ربيتهم يطلعوا في بيئة احسن من اللي موجود. لان كل اللي احنا شايفينه من الهياكل اللي بتحصل مفككة هيوصل في ولادهم، ومستحيل يقدروا من العنصر ده ان هم يطلعوا اسوياء او يطلعوا كويسين ويبقوا ليهم مستقبل افضل واحسن. هتتعدل واحوالك هتتبدل باذن الله. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. الطلاق مش مرة واحدة، لا، ربنا مديك فرصتين للرجوع، مديكم مهلة،
استراحة علشان تفكره كويس. وكل ما الطلاق انتهى بإحسان كل ما فرصة الرجوع بقت أسهل. فلو عايزين ترجعوا لبعض بعد الطلاق اسمعوا الخمس خطوات دول. قبل قرار الانفصال بيحصل مشاحنات وشد وجذب، خناقات وصوت عالي، والموضوع بيوصل لمرحلته الأخيرة. نعمل إيه ساعتها؟ رقم واحد، اوعى تطردها من البيت، خليك أمين عليها لحد آخر لحظة. الحتة دي بتكسر أي واحدة ست، وساعتها عمرها ما تحس بالأمان مع راجل هانت عليه مراته. سيبها وانزل، يمكن الأمور تهدى. مصل الشيطان وقتها واقف عمال ينفخ في النار، وكل ما النار تزيد كل ما بينجح في مهمته الخبيثة. فبالله عليك اوعى توصل للنقطة دي. رقم اتنين، اوعى تغلطي أو تطولي لسانك. حافظي على العشرة لحد آخر لحظة، حافظي على أنوثتك وبراءتك، اوعى تقهريه على نفسه. لسيدنا النبي استعاذ من قهر الرجال. اوعى تسمعي للدعاوى اللي بتقول لو غلط فيكي اغلطي فيه، لو مد ايده مد ايدك. دي افكار خبيثه دمرت المجتمع وخربت عقول وبيوت كتير، وكانت سبب في جرم وحالات انتقام وقتل وفوضى. رقم ثلاثة، اعملوا باصلكم وافتكروا ان السر مازال سر حتى بعد الخلاف، وان الكلمه اللي اتقالت ما بينكم ما ينفعش يشوفها تالت. ارجوكم بلاش فضايح، اسراركم امانه وقت ما تكونوا امان لبعض، فحافظوا على الامانه ارجوكم. رقم اربعه، فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. لو ما عرفتوش تعيشوا مع بعض بالمعروف ربنا بيقولكوا سيبوا بعض بس باحسان، احسان حتى في اخر لحظه في العلاقه. سيبوا بعض باحسان يمكن ترجعوا في يوم، سيبوا بعض باحسان علشان تعرفوا تبصوا في وش بعض، علشان خاطر عيالكم تستاهل، علشان خاطر حاجات كتير جدا هتعرفوها في يوم من الايام. رقم خمسة، والحقيقه ان النقطه دي خاصه بالاهالي والاصحاب والناس القريبين، ارجوكم بلاش تقوموا بدور الشيطان وتنفخوا في النار وهي مولعه. الشيطان عامل الواجب وزياده ومش محتاج لعامل مساعد. فاللي عنده كلمة حلوة يقولها، واللي ما عندوش يسكت خالص. الوقت ده محتاج لناس حكيمة من أهله أو من أهلها. فلو سمحتم بلاش تلعبوا بالنار، علشان والله النار لو طالت هتطول الكل. شكرا ليكم وإلى اللقاء.